بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي دونج ترانسفورميشن، التحويلات أو تحويلات الرسوم أو نقل الرسوم. نبدأ بأول موضوع اللي هو 2D drawings. طبعا عندنا أنواع من الرسوم، قد تكون بوينت، هاي النقطة محددة ب اكس واي، او قد تكون لاين محددة بنقطتين اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2، او قد تكون مثلث اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 اكس 3 واي 3، قد تكون مربع اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 اكس 3 واي 3 واكس 4 واي 4، وقد تكون متعدد الأضلاع اللي هو x1 y1 إلى xn yn، وأيضا ممكن تكون circle، دائرة محددة بمركز xy. هاي كلها أنواع الرسوم راح نجرى عليها العدد عديد من التحويلات. لنفرض أن النقطة P هي بالموقع الإحداثي X و Y، فالإحداث الجديد مالتها X داش Y داش راح نضربها بماتريكس A B C D، والإحداثيات الأصلية اللي هي X Y. عندنا العديد من التحويلات الترانسفورميشن اللي ممكن نجريها على الرسوم. أول تحويل أو أول تحديد هو السكيلينج، التكبير أو التصغير، يعني تغيير الحجم أو القياس. فعندنا سكيلينج بالاكس اكسس وسكيلينج بالواي اكسس وسكيلينج بالاكس والواي. فعندنا اذا بالاكس اكسس الاكس داش واي داش راح يساوي الاكس واي في الاي صفر صفر واحد. لاحظون هنا الماتريكس حددناها على الاي والدي، يعني الاي والدي راح تأثر بتغيير السكيلينج ويساوي اكس اي. اذا نضرب هاي التو ماتريكس اكس اي زائدا اكس اي واي، يعني هاي النقطة الجديدة بالنسبة للاكس وهاي النقطة الجديدة بالنسبة للواي، هذا بالاكس اكسس. إذا بالواي أكسس الأكس واي أو الأكس داش واي داش راح يساوي الأكس واي، هذا الأكس واي نضربه بالماتريكس التالية واحد صفر صفر دي، والناتج راح يساوي أكس في واي دي. هذا هو سكيلينج بالواي أكسس. هسه اذا سكيلينج بالاكس والواي اثنينهن، الاكس داش واي داش راح يساوي لي الاكس واي، هاي النقطة الاصلية بالاي صفر صفر دي، الناتج راح يساوي اكس اي وواي دي، يعني الاكس داش راح يساوي اكس اي والواي داش راح يساوي واي دي. ملاحظة مهمة جدا أن السكيلينج راح يكون ريجولار متجانس أو متساوي في حالة الأي يساوي الدي، والريجولار غير متساوي في حالة الأي لا يساوي الدي. نشوف مثال example 1. Scale the line
1 1 3 2 by 2 x's, 2 by 2 in x x's and 2 in y x's. طبعا اي مثال اذكره بالمحاضرات هاي الجايه راس انتم تروحون للبيت من اخلص المحاضره تاخذون ورق بياني او حتى ورقه انتم تخططوها وتشوفون التحويلات شلون تتم، مثل هذا الرسم، هذا اللاين الاصلي الاولد القديم وهذا اللاين الجديد بعد التحويل. فهنا السكيلينج هنا راح يكون تكبير من مقدار 2 بالاكس اكسس و2 بالواي اكسس. ف اللاين هذا اللاين 1 1 هاي الاكس وهذا الواي، هاي النقطة الأولى، و3 2 هاي النقطة الثانية مال اللاين اللي هي x2 y2، نضربها بماتريكس السكيل اللي هي 2 بالاكس اكسس و2 بالواي اكسس، وبقية الماتريكس صفار لان ما نحتاجها، بعدين نشوف وين نحتاجها. الاوتبوت اللاين راح نضرب هاي الماتريكس بهاي الماتريكس، فراح يصير 1 1 في 2 0 زائدا 1 1 في 0 2، راح تطلع لنا الماتريكس 2 2 او النقطة 2 2، وعندنا 3 2 نضربها في 2 0 راح تطلع لنا 6، و3 2 نضربها ب0 2 راح تطلع لنا 4. فإذا هذا اللاين القديم اللي هو 1 1 3 2 وهذا اللاين الجديد اللي هو 2 2 6 4. لو تلاحظون الرسم على الجانب الأيمن هذا هو الأولد لاين محدد بنقطتين اللي هو 1 1 و3 2، بينما اللاين الجديد هو 2 2 6 4. لاحظون شلون كبر هذا اللاين لان سوينا له سكيلينج تكبير بمقدار 1 2 بالاكس اكسس و1 2 بالواي اكسس. طبعا هنا التحويل ريجولار متساوي، يعني ما راح يصير بتشوه هذا اللاين. ليش؟ لان التكبير او السكيل راح يصير 2 بالاكس اكسس و2 بالواي اكسس، فما راح يتغير بس مجرد حجمه يكبر. هذا هو السكيل. نشوف مثال ثاني للسكيل، example 2. scale the line 1 1 2 2 by 3 in x axis. هنا السكيل يريد بس بالاكس اكسس، يكبر بالمحور x. فاللاين الاصلي 1 1 x و y يعني، والنقطة الثانية 2 2 x 2 y 2. معادلة السكيل هنا 3 بالاكس و0 0 1 بالواي. فالناتج نضرب 1 1 بال3 0 2 3، 1 1 بال0 1 يعطينا 1، 2 2 بال3 0 يعطينا 6، و2 2 بال0 1 يعطينا 2. إذا هذا هو اللاين القديم 1 1 2 2، واللاين الجديد 3 1 6 2. إذا تلاحظون التغير صار فقط في الأكس، هنا الأكس 1 2 صار 3 6، كأنما ضربناه ب3 وحدات وهو المطلوب أنه scale by 3 units، بينما الواي 1 2 بقى 1 2 كما هو، فصار scale على الأكس أكسس.
نشوف مثال آخر example 3 scale the line 1 2 3 6 by 2 units in y axis. نسوي scale لهذا اللاين بوحدتين بالواي اكسس. اللاين الاصلي اكس واي 1 2 و3 6. معادلة التحويل للسكيل راح تكون 1 بالاكس 0 0 2 بالواي. الناتج نضرب 1 2 بال1 0 يعطينا 1، 1 2 بال0 2 يعطينا 4، 3 6 بال1 0 يعطينا 3، 3 6 بال2 0 راح يعطينا 12. تلاحظون أنه الـ X بالنسبة للاين الأول هو 1 و3، وبالنسبة للـ output مالته هو 1 و3، إذا ما تغير الـ scale بالنسبة للـ X axis، لكن بالنسبة للـ Y axis كان 2 6 صار 4 12، فكأنما ضربناه بوحدتين، 2 في 2 4 و2 في 6 12. هذا هو الجزء الأول من التحويلات اللي هو السكيل. نشوف الجزء الثاني من التحويلات اللي هو الرفلكشن، الانعكاس او المرا. ليش نسميه؟ لان مثل المرايه يعكس لنا الشكل. عندنا 3 انواع من الرفلكشن، من الانعكاس. الانعكاس حول الاكس اكسس، تلاحظون هذا الرسم، هذا رسم مهم يوضح لكم كيفية الانعكاس وأنواعه. حول الأكس أكسس فهنا الواي راح يكون سالب، و reflection about الواي أكسس انعكاس حول الواي، هنا الأكس راح يكون سالب، و reflection حول نقطة الأصل اللي هي 0 0، هنا الأكس والواي راح يكون سالب حسب هذا الرسم. عندنا قوانين للرفلكشن للانعكاس. اولا about x axis، ال x y راح نضربها في 1 0 0 ناقص 1، وال x داش y داش راح يساوي x ناقص y. هذا على ال x axis انعكاس ال y ناقص. About y axis، x داش y داش يساوي x y في ناقص 1 0 0 1، ويساوي ناقص x y. About origin، x داش y داش يساوي x y في ناقص 1 0 0 ناقص 1، والoutput راح يكون ناقص x ناقص y. هاي هي قوانين الانعكاس الرفلكشن. نشوف مثال example 4. reflect the line 1 1 3 2 about x axis y axis origin. يقول تسوي الانعكاس هذا اللاين حول الاكس، محور الاكس حول محور الواي وحول نقطة الاصل. أول حل about x axis، هذا اللاين مالتنا 1 1 3 2، نضرب بمعادلة الرفلكشن حول الاكس اللي هو 1 0 0 ناقص 1، والاوتبوت راح يكون 1 ناقص 1 3 ناقص 2. تلاحظون هو اللاين الجديد والاصلي نفس الشيء، لكن الواي ناقص. ما دام انا سويت انعكاس حول الاكس اكسس الواي راح يكون ناقص نفس القيم، 1 1 3 2، 1 ناقص 1 3 ناقص 2. هسه الانعكاس حول الواي اكسس 1 1 3 2، نضربها معادلة الانعكاس حول الواي اكسس اللي هي ناقص 1 0 0 ناقص 1، ويساوي لنا
ناقص واحد واحد ناقص ثلاثة اثنين، تلاحظون نفس القيم اللي هي واحد واحد ثلاثة اثنين، لكن الاكس راح يكون سالب بما انه الانعكاس حول الواي اكسس، فالاكس راح يكون سالب. النوعية الأخرى من الانعكاس اللي هي about origin حول نقطة الأصل، هذا اللاين واحد واحد ثلاثة اثنين نضربه بماتريكس الانعكاس حول نقطة الأصل اللي هي ناقص واحد صفر صفر ناقص واحد، ويساوي لنا ناقص واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص اثنين. إذا تلاحظون هو اللاين القديم والجديد هو نفس القيم واحد واحد ثلاثة اثنين، لكن الاكس راح يصير ناقص والواي راح يصير ناقص. ليش؟ لأنه انعكاس حول نقطة الأصل، وهذا الشكل ما الانعكاس هو يوضح هذه العملية. النوعية الثالثة من التحويلات اللي هي الروتيشن الدوران، ملاحظة مهمة أنه الروتيشن دائما يكون about origin الدوران حول نقطة الأصل، هاي ملاحظة مهمة سجلوها يمكم. معادلة الدوران x داش y داش يساوي x y في كوسان تيتا سان تيتا ناقص سان تيتا كوسان تيتا. إذا أريد نشوف هذا القانون منين يجي، نشوف هذا الرسم. لو كان عندنا النقطة P إحداثياتها X و Y، نريد ندورها حول نقطة الأصل اللي هي نقطة الصفر صفر، الراديوس أو البعد هذه النقطة عن نقطة الأصل هو R، وتميل بزاوية فاي عن محور الأكس. إذا دورناها بزاوية ثيتا، المفروض البعد عن نقطة الأصل يبقى ثابت اللي هو R radius، والنقطة P راح تتحول إلى P داش وإحداثياتها X داش Y داش. زين، الـ X شنو معادلة الـ X؟ هذا هو الـ X اللي هو الـ R كوساين ثيتا، هذا هو الـ R وهذا هو الـ X R كوساين ثيتا. الـ Y هذا هو الـ Y للنقطة P اللي هو R ساين عفوا R كوساين فاي و R ساين فاي. زين، إحداثيات النقطة الجديدة اللي X داش Y داش، X داش يساوي R كوساين فاي زائدا ثيتا لأن هو يميل بزاوية فاي، وبعدين أني دورت بزاوية ثيتا فالإكس داش راح يكون R كوساين فاي زائدا ثيتا، الواي داش راح يكون R ساين فاي زائدا ثيتا. إذا نفتح هذا القوانين هذا نقدر نفتحه كالتالي: X داش يساوي R كوساين فاي كوساين ثيتا ناقصا R ساين فاي ساين ثيتا، والواي داش R كوساين فاي ساين ثيتا زائد R ساين فاي كوساين ثيتا. إذا تلاحظون R كوساين فاي هو X و R ساين فاي هو Y، نشيل هاي الجواب خطوط نعوضها بالX والY، فالX داش راح يكون X كوساين ثيتا ناقصا Y ساين ثيتا، والY داش X ساين فاي ثيتا زائد Y كوساين ثيتا. فكأنما هذا إذا نحوله إلى الماتريكس فورم راح يكون هذا القانون اللي هو x داش y داش x y في كوساين ثيتا
ساين تيتا ناقص ساين تيتا كوساين تيتا. إذا هذا اشتقاق مال هذا القانون، أو القانون منين أجل. ملاحظة مهمة جدا، الروتيشن إذا كان كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعة راح يكون موجب. هاي ملاحظة كلش مهمة. وإذا كان باتجاه عقارب الساعة اللي كلوك وايز راح يكون سالب. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للزوايا. واضح؟ يعني الزاوية تعوضها موجب إذا كان عكس عقارب الساعة، وتعوضها سالب إذا كان باتجاه عقارب الساعة. نشوف مثال example 5. rotate the line 2 1 4 2 by 30 درجة counter clockwise about origin. يقول دور هذا اللاين اللي هو 2 1 4 2 30 درجة عكس عقارب الساعة حول نقطة الأصل. وقلنا ملاحظة أن التدوير كله يتم حول نقطة الأصل. عندنا الماتريكس لللاين مالتنا اللي هي 2 1 4 2، نضربها بالقانون مالتنا كوساين الزاوية 30 ساين 30 ناقص ساين 30 كوساين 30، ينطينا الناتج التالي اللي هو 2 1 4 2 0.866.5 ناقص 0.5.866. الناتج راح يكون 1.2 1.86 2.4 و 3.7. إذا تلاحظون هذا هو اللاين الأولد، اللاين الأصلي. إذا دورنا 30 درجة عكس عقارب الساعة راح يكون هذا هو موقعه، وماكو اختلاف بين اللاين الأصلي واللاين الجديد، فقط المكان وأيضا البعد عن نقطة الأصل هو نفس البعد لللاين الأصلي. هذا فيما يخص الروتيشن. النوعية الرابعة من الترانسفورميشن اللي هي ترانسليشن موف، نقل، أنقل الرسم من مكان إلى مكان آخر. بعدي x داش y داش يساوي xy زائد m n، ويساوي الناتج x زائد m وy زائد n. يعني راح أنقله بm من الوحدات بالx axis وبn من الوحدات بالy axis. نشوف مثال translate the line 1 1 3 3 1 unit وحدة واحدة in x axis and 2 units in y axis. راح نقله بوحدة واحدة بالx ووحدتين بالy. عد اللاين الأصلي 1 1 3 3 زائدا 1 1 بالx واثنين اثنين بالy، فالناتج راح يكون 2 4 أو 2 3 4 5. حبكنا وحدة واحدة بالإكس ووحدتين بالواي. إذا تشوفون هذا الرسم، هذا هو الأولد بوزيشن المكان القديم، وهذا هو النيو بوزيشن المكان الجديد. فكأنما سوينا له نقل موف، حبكناه من هذا المكان إلى هذا المكان بمقدار هذه الوحدات اللي هي 1 2. هنا for convenience we use the following expression for translation. يقول للسهولة احنا عرفنا كل المعادلات السابقة هي ضرب بالماتريكس، فعلى مود نسهلها نوحدها كلها نسويها ضرب، نستخدم القانون التالي اللي هو x داش y داش 1 يساوي x y 1 في a b 0 c d 0 m n 1، ويساوي لنا x y 1 في a b 0 c d 0 m n 1.
الان راح يكون موف بالاكس اكسس، والان راح تكون موف بالواي اكسس. هذا قانون، طبعا هالقوانين كلها تحفظوها مال التحويلات، كلها قوانين حفظ، هي سهلة بسيطة. النوعية الخامسة من التحويلات اللي هي شير التشوه، هنا الماتريكس مالتنا راح يكون العوامل المؤثرة بها هي البي والسي. مساعة احنا شفنا الاي والدي، هسه البي والسي. قانون الشير اكس داش واي داش اكس واي واحد بي سي واحد. عندنا شير للاكس اكسس، تشوه على الاكس اكسس، وشير للواي اكسس، وعندنا شير على الاكس والواي. هنشوف النوعية الاولى اللي هي شير فور اكس اكسس، القانون مالتها اكس داش واي داش يساوي اكس واي في واحد صفر سي واحد. هذا القانون الشير للاكس اكسس. شير للواي اكسس، اكس داش واي داش يساوي اكس واي في واحد بي صفر واحد، هذا للواي اكسس. اذا شير للاكس والواي اكسس، اكس داش واي داش اكس واي راح يصير واحد بي سي واحد. نشوف مثال example 7 share the line واحد واحد ثلاثة واحد by 0.5 for y axis. سوي تشوه لهذا اللاين بمقدار نص بال y axis و 0.5 بال x axis و 0.3 بال x axis و 0.2 بال y axis. راح نحل هذا المثال. أول شيء شيل للواي أكسس، البي راح تلعب دور التشوه، فاللاين مالتنا واحد واحد ثلاثة واحد، نضربه في واحد نص صفر واحد، والناتج راح يكون واحد واحد ونص ثلاثة اثنين ونص. إذا تلاحظون هاي اللاين الأولد واحد واحد ثلاثة واحد، شو راح صار بيه تشوه ب الواي اكسس. راح تلاحظون الاكس ثابت هو واحد ثلاثة، لكن الواي صار واحد ونص اثنين ونص. تشوه شير بالاكس اكسس، اللاين مالتنا واحد واحد ثلاثة واحد، و معادلة التحويل معادلة الشير على الاكس هي واحد صفر 0.51، نضربها راح يصير عندنا واحد ونص واحد ثلاثة ونص واحد. إذا تلاحظون الإكس تغير صار واحد ونص ثلاثة ونص، بينما الواي بقى ثابت واحد واحد. هذا بالواي أكسس. هسه عندنا شير بالنسبة للإكس والواي مقدار 0.2 0.3. اللاين الأصلي مالتنا واحد واحد ثلاثة واحد، نضربه بمعادلة الشير 1.2 بالواي و 0.3 بالاكس واحد، الناتج راح يكون 1.3 1.2 3.3 و 1.6. هذا فيما يخص الشير اللي هو التحويل الخامس من التحويلات الرسومية أو عمليات التحويل على الرسوميات. طبعا هنا عندنا homework 1، راح انزلكم اياه كهومورك واجب تحلوه وترفعون الأجوبة. طبعا موضوع الترانسفورميشن موضوع مهم جدا، وكل امتحان راح يكون عليه سؤال. طبعا هذا موضوع الترانسفورميشن ما انتهى لحد هنا، يعني هاي محاضرة أولى، هو ياخذ أربع محاضرات أو خمسة مع أمثلة وتوتوريال عليه. فملاحظة أنه كل امتحان راح يكون
عليه سؤال، لذلك تهتمون به، فهذا سؤال مضمون وما بي يعني شيء، هي قوانين وتطبقها إن شاء الله. إلى هنا في سؤال طلاب.